النهارده هنعمل مشويات بسيطه ولطيفه، اكيد كلنا في العيد بنحب ان احنا نعملها، وخصوصا لان بيبقى ليها رونق كده، وخصوصا بيبقى فيه كده تجمع عائلي لطيف. اسمحوا لنا النهارده هنعمل منها بعض الحاجات. هنعمل مشويات ميكس جريل كده، منها في طرب، في كفته، في شويه ريش ضاني، يعني شويه كباب، وهنتكلم كده عن اللحوم واحنا شغالين مع بعض. خليني اقول اول حاجه بسم الله، هقول مقادير الكفته. عندي كيلو من اللحم المفروم، عندي ربع كيلو من اللية. هو يفضل ان اللحم يكون فيه شوية دهون، في ناس بتفضل تحط اللية للطعم، وفي ناس ما بتحبهاش بتكتفي بنسبة الدهون بس اللي بتكون موجودة في اللحمة. لازم على الاقل الكيلو ده فيه 20% دهون. عندي ربع كوباية من البرغل، دي اختياري ممكن نستغنى عنها. عندي بصلة مبشورة، هاخد طفل البصل، وعندي 7 بهارات او بهارات لحمة، جوزة الطيب، شطة دي اختياري وليس اجباري، ملح وفلفل. الكفته بسيطه جدا. وهنعمل بعدها الطرب، لان الطرب من الحاجات اللطيفه اللي بيفرق عن الكفته بانه في منديل بطن الخروف، والمنديل ده انا هوريه لحضراتكم دلوقتي كمان شكله، تبقوا شايفينه، هو ده اللي بيتلف فيه الكفته، كفته اللحمه بتاعتنا. ونبدا نلفه ونبدا نسويه او نشويه على الفحم، او ممكن تحت كمان شوايه الفرن، الناس اللي مش حابه يعني انها تشوي على الفحم، لكن طبعا هو احلى كتير الطعم بتاعه اللي بيكون على الفحم. طيب هنبدا نقول بسم الله، وتعالوا كده ايه نعمل التتبيلات. انا عايزه بس اجهز كذا تتبيله مع حضراتكم، لان انا عايزه يعني ابقى مركزه شويه في الشغل. فانا نزلت مقادير الكفته، وبعدين هنزل على طول مقادير ان شاء الله هشتغل كفته وطرب من نفس المقدار بتاع الكفته ده. في ناس ساعات في الطرب بتحب تضيف يعني داخل خليط الكفته شويه فلفل الوان صغيرين، يعني حاجه، بس هي الحقيقه طعم اللحم لوحده هيبقى كافي مع منديل بطن الخروف مع الطرب. تعالوا كده ايه ناخد بوله كبيره شويه. بسم الله، وهنزل اللحم المفروم كده. هاخد شويه من طفل البصل. طفل البصل ده لازم اعصره كويس قوي، بحط رشه ملح كده على البصلايه، واخد الطفل بتاعها بس اهو شويه كده مش كتير ده. وهاخد ممكن اخد من البرغل ده معلقتين، انا بحاول يعني ايه ممكن تديها قوام تحسسه، ممكن تحطه مكانها بيكنج باودر، في ناس بتحب تحط البيكنج باودر بتحافظ على انها ما تكشش، يعني هي مش هتكش ان شاء الله ما تقلقوش. وهبدا ممكن رشه كده من التوم، عندي البهارات اللحمه بقى الحلوه، وممكن تستخدموا بهارات الكفته، بتتباع اكياس كده في السوبر ماركت بهارات كفته رائعه جاهزه، مفيش اي مشكله. رشه كده بسيطه من جوزة الطيب، وتعالوا بقى ايه نخلط الحاجات الحلوه دي كده مع بعض. هاخد طبعا رشه الملح والفلفل، طبعا بهارات اللحمه جميله، ال7 بهارات برضو جميله، تقدروا تطعموا كمان لو حابين بشويه من الكباب الصيني، حاجه بسيطه قوي. هي احلى حاجه ان احنا نستمتع بطعم اللحم. اولا الشواء اصلا بيضفي نكهه حلوه على اللحوم. تعالوا هنتكلم بقى عن اللحوم، طبعا هنتكلم عن البتلو والكندوز. طبعا احنا عارفين ان البتلو الاول اللي هو لحم البقر او الجاموس، ولكن الصغير اللي هو من اسبوع لحد الاسبوع لحد 14، ده بيعتبر من احسن اللحوم، لانه بيبقى دهونه متوسطه ولونه احمر فاتح ولينه، فده الصغير. طيب هنيجي بقى للكندوز، وبرده لحم البقر والجاموس، ولكن ده اللي كبر بقى، وصل عدى عمره سنه، ده بيبقى يعني دهونه متوسطه ولينه، وبس لونه بيبقى احمر زاهي كده متوسط اللين شويه. طيب الضاني طبعا مختلف تماما على خلاف هؤلاء، لحم الخراف طبعا، وده بيبقى مليان دهون. وعلى فكره نسبة الدهون بقى، عايز اقول لكم معلومة، نسبة الدهون دي بتزيد من ايه؟ هي مش من الحيوان نفسه، طريقة اكل الحيوان. هو الحيوان اللي بياكل اعشاب خضراء او اللي بياكل تبن، لذلك اللحم السوداني واللحم الصعيدي هتلاقوه دايما افضل، لانه معتمد على الاعشاب الخضراء وليس التبن. طيب بصوا بقى، هن ايه
هنتكلم بقى. طب انهي حته بقى حلوه للمفروم وانهي حته حلوه دي بقى الحاجات اللي ايه هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. بصوا بقى، انا عندي هنا مسيخه برضو كام سيخ وعايزه الستكس بتاعت الشيش طاووق. انتوا حاطينها لي فين يا حبايبي؟ ممكن اخد كده ايه دي كده بالنسبه لي. اللحمه كمان لما بتسقع بتبقى حلوه. ده كده ممكن يتسوى على الفرن على طول، يعني اخده كده في صاج على الفرن وممكن على الجريل. المنطقه بتاعه الريش والضلوع دي مناسبه للشوي، عشان بس نبقى متفقين. في حاله الايه اللي سنهم الاغنام اللي لسه سنها صغير. المنطقه بقى بتاعه السره دي اللي بنستخدمها في الفرن، دي بنعمل منها كمان السجق، يعني دي من الحاجات برضو اللي حضراتكم ايه تبقوا عارفينها. الكتف بقى والفخذ ومنطقه القطن او اللي هي بتتسمى يعني بيت الكلاوي ومنطقه الضلوع، دول سلق وتحمير وطبخ، مفيش اي مشكله فيهم خالص. طيب هشوف كده في تليفون يا ولاد، اصل ما سمعتش انتوا قلتوا ايه. بصوا بقى انا عايزه اسيخهم بس شويه، خليني طب انزل دي، عايزه اتخن دي. نتكلم بقى على منطقه الفخده. منطقه الفخده دي يعني دي بقى ممكن ايه ناخد منها وش الفخده ده في البوفتيك. وش الفخده ده بناخد منه حته للبوفتيك، بتبقى حلوه شرايح رفيعه وجميله. تمام. وفي كذا حته تنفع للبوفتيك بس اغلبهم يعني واحسنهم هي وش الفخده. في حته كمان بتبقى هنتكلم عن الموزه وهنتكلم عن بصوا انا حطيت المكونات كلها مع بعضها. اللحمه طبعا لو اديتوها تدويره في الكب هيبقى احلى، لان هي لازم تبقى معجون عشان تتماسك تبقى حلوه. خليني بس اجيب صاج كده عشان اطلع الشوي، احط كام سيخ كفته دول معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنبدأ بقى نعمل كمان للطرب. بصوا كده لازم أقفل من هنا فوق الأول. هناخد كام واحدة طرب؟ السياخ فين يا حبايب؟ شفتها في كيس. ماشي بصوا بقى هاخد واحدة كمان. خلاص يا محمد أنا لقيتها، تسلم إيدك وعينك. بصوا هاخد واحدة كمان كده للكفتة. كفتة طبعا لما بتبقى يعني ادوها كده سماكة كويسة، ما تبقاش لا رفيعة قوي ولا يعني تخينة قوي، لكن عشان كمان تستوي كويس وتبقى جوسي، مش عايزين ننشفها. حلو. طيب هنبدأ دلوقتي ناخد شوية من الكفتة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل الطرب. ادي منديل بطن الخروف حضراتكم بتجيبوه، لازم يتفرد، ولو مش بيتفرد حطوا عليه كيس وابدأوا ايه يعني اعملوه كده بايديكم، شايفين؟ او ندقوا حاجة بسيطة. وهنبدأ ان ايه نقطع حتة صغيرة كده، نحط حتة كفتة كده، حتة كفتة صباع كفتة كده هفترض، يعني مش عايزينه كبير، هو ساعات بيبقى صغنن، يعني الطرب ده بيبقى صغنن ما بيبقاش كبير. ونلفه كده كده خلاص اهو. انا سمعت كل حاجه وهعمل كده كده. ادي كده مثلا، وهاخد كده ممكن اسيخه هنا لو انا حشويه فحم، بس انا بقى هنا هدخله فرن. بصوا لازم ابصم عليه كده هنا، لان هو بيبقى سميك شويه ولازم يدوب، اللي هي الاسفل المنديل ده لازم يدوب شويه. انا عندي هنا شويه مجهزاهم، انا حطيتهم فين حبايبي؟ اهم بسم الله من الطرب. هعمل لكم واحد كمان، هلف لكم واحد كمان، بس خليني احط الطرب تحت الشوايه الاول علشان هو بياخد شويه. الكفته ممكن تحط على الرف الثاني، لكن ده لازم يتعرض للحراره، ده بديل الشوي يعني، ده بديل الشوي. بسم الله اهو، ادي الطرب
هاخد اللي انا كمان عاملاه، يفضل ما يبقاش تخين قوي قوي يعني، يبقى صغير وممكن يبقى اصغر من ده. خليني اوري لحضراتكم واحد كمان. اوكي ناخد كده، وهاخد شويه من الكفته، حبه مش كتير، شايفين ازاي بقى ايه، بدخله سكنها جوه المنديل نفسه، ومش عايزه يبقى فيه كتير دهون. الدهون دي بقى ممكن تتفرم وتتحط مع حاجات تانية في اي وقت انا محتاجاه، مفيش مشكله مش هيجرى حاجه. وهاخد كده اهو، شايفين ازاي اهو، خلاص ده تخين قوي بس ماشي يعني، الشباب شغلوا عليه كده، المفروض يعني ينعم عن كده كمان شويه، يبقى زي ما انا حضراتكم شايفين كده عشان ما ياخدش وقت معانا، واللحم يبقى جوه مظبوط يعني مظبوط سواه. طيب هننزل بقى مقادير الكباب بالمره، هدخل الاول الطرب والكفته دول شويه الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد هنا الطرب و ممكن نرفع دي لفوق سنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل الكفته هنا ونقفل. هنسيبهم بقى كده ايه، انا مشغله شوايه، فرن وشوايه، حلو الكلام. طيب نبدا بقى نشتغل مع بعض دلوقتي في مقادير الكباب، ومعانا مين؟ استاذه منال، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ايوه كده بقى، عايزين الحاجات الجميله دي، مستنياكي بقى عشان نشوف الكفته اللي بالطرب دي هتعمليها ايه. يا حبيبتي دي جميله، هتطلع رائعه في الفرن، ولو عايزه تشويها فحم هتبقى احلى طبعا، عشان طعم الفحم مختلف اكيد. ايوه انا عايزه اشوف بقى الحاجات دي، قاعده متابعاك اهو يا حبيبتي. وعايزين بس الحاجات، انت عارفه بقى عندي جوزي بيحب الحاجات اللي جوه دي. انا عملتها، هتتعرض لك الحلقه. احنا الحلقه هتبقى امتى يا رانيا؟ حلقه الحلويات المذبح صح؟ ايوه، اللسان أيوة. والطحال بكره ان شاء الله تابعيها استاذه منال بعد اذنك. خلاص ماشي، هتلاقي لسان والطحال والفشه ايوه فعلا، هي دي اللي احنا كنا محتاجينها يا شيف. طب وتقولي لي رايك فيها بقى. لا ده انا هعملها كمان وانفذها يا حبيبه قلبي، برضه لسه مستنياكي في رقاق الطري يا نور عيني، من عندي ولعندي حبيبه قلبي. كل سنه وانتم طيبين، وحضرتك بالف صحه وسلامه حبيبتي، نورتينا وشرفتينا، زي الفل، صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبه قلبي، في حفظ الله، مع الف سلامه.